بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما ترون وصلت إلينا اليوم 1/9/2021 بمديرية أوقاف الفيوم الدفعة رقم 11 من لحوم الأضاحي وقدرها 3 أطنان. وبذلك يكون إجمالي ما وصل إلينا في مديرية أوقاف الفيوم حتى تاريخه 40 طنا من لحوم الأضاحي. استلمت مديرية أوقافنا كمية لحوم وقدرها 3 أطنان. وصلت اليوم الأربعاء الأول من سبتمبر لعام 2021 الدفعة 10 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 أطنان، ليصل إجمالي ما وصل إلى محافظة الأقاليية حتى الآن 36 طنا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.